اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. ضيفي ونجم النهارده كابتن محمد عبد العظيم عظيمه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل ابو السيوف، اخبارك ايه؟ صح حضرتك؟ والله الحمد لله تمام. انت الاخبار؟ كله تمام؟ اهلا بيك. عايز اطمن عليك بقى، منين وفين وكنت فين وجاي منين وبتعمل ايه وعايش فين؟ انا جاي دلوقتي من حلوان. من حلوان دي كويس ده. انا جاي دلوقتي من حلوان. لما طبعا انا كنت مسافر في الفتره اللي فاتت دي، اشتغلت في عمان مع نادي الظفار العماني، والحمد لله بفضل الله علينا، يعني ربنا كرمنا وخدنا الدوري وكاس الاتحاد العماني وعملنا ارقام قياسيه بالنسبه لنادي الظفار، يعني وصلنا 66 نقطه، ده رقم قياسي طبعا بالنسبه للتاريخ الدوري العماني. خدنا البطوله بفضل الله علينا طبعا بدون هزيمه، احسن هجوم احسن دفاع. طبعا لازم انتهز الفرصه دي واشكر جميع القائمين على هذا العمل، اشكر طبعا الجهاز الفني والاداري المعاون اللي كان معايا، اشكر طبعا الجماهير العريضه اللي طبعا كانت متواجده معانا طوال الموسم، اشكر كمان جهاز، اشكر كمان مجلس الاداره اللي لبلنا كل حاجه بصراحه، يعني الجماهير العريضه. ما اقدرش انسى اللاعبين اللي هم اساس اللعبه اللي انا كنت مستمتع بيهم حقيقه، يعني في التمرين وفي المباريات، فريق على مستوى عالي، لعيب على مستوى عالي كانوا ملتزمين، عندهم عزيمه واصرار، و يعني كانت من البدايه خالص ان هم كان عندهم روح ان هم يحققوا انجازات، خصوصا ان هم لعيبه على مستوى عالي، مش خمسه سته بس، لا بالعكس كان 22 لاعب عندي كلهم على مستوى عالي. كنت دايما بقول لهم انا ما عنديش لاعب احتياطي، كل اللاعبين اساسيين، وبالفعل كان اي حد بيلعب كان بيسد. كنت بتعامل معاهم بمعامله كلهم في الجهاز معايا، كلهم مشاركيني في المسؤوليه. ففي الحقيقه يعني عملت موسم ولا اروع ولا اسعد من كده يعني، والحمد لله رب العالمين. بشكرهم وبشكر مدينه صلاله الجميله، مدينه صلاله مدينه جميله جدا في عمان. عمان الاهل الطيبه والطيبين، ناس فعلا ناس طيبين جدا جدا، انما للاسف انا مش قادر اكمل معاهم او مش هكمل معاهم الموسم الجديد، دي طبعا طرقت ظروف جدد ظروف يعني، وبلغوني يعني بعد ما احنا اتفقنا على كل شيء، انما جدد ظروف ماديه يعني، فللاسف ممكن من يعني ممكن نقدر نكمل مع بعض يعني، انما انا بشكر مع السنه اللي انا قعدتها فيهم يعني، وبشكر كل الناس اللي اشتغلوا معانا في هذا المجال. انا خلصت عمان رحت على المانيا، انا مقيم في المانيا طبعا، مش عارف حضرتك عارف ولا لا، انما انا مقيم في المانيا مع اسرتي هناك، عندي بنتين، عندي الأنسة صحراء والأنسة يارا والكابتن أحمد الصغير 9 سنوات بيلعب كورة برضه، بيحب الكورة، بتمنى إن هو يكون لعيب كويس.